أهلا بكم. بلغ المنتخب الموريتاني نهائية كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما قلب تأخره أمام ضيفه البوتسواني إلى فوز بهدفين لواحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة التاسعة، ضامنا بذلك مقعدا عربيا خامسا في النسخة 32 من المسابقة. بأقدامهم لا أقدام غيرهم كان طريق المرابطين مفتوحا نحو الظهور الأول في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. فوز على الضيف البوتسواني كان كافيا لمنح موريتانيا تأهلا تاريخيا إلى الكاميرون. منتخب بوتسوانا دخل المباراة بلا دوافع ولا ضغوط، وسرعان ما هز الشباك بهدف مفاجئ ومبكر بتوقيع كوبي. المرابطون تجاوزوا صدمة الهدف سريعا، وبدأ البحث عن التعديل الذي كاد يأتي بالنيران الصديقة. إسماعيل جياكاتي زف النبأ السعيد للموريتانيين حينما نجح في إعادة المباراة إلى نقطة التعادل. بعدها كابيلو حارس مرمى الضيوف وقف بالمرصاد لتسديدة بسام، قبل أن يتصدى سليمان إبراهيم لكرة كادت تعيد الأفضلية لبوتسوانا. بسام لم يتوقف عن المحاولة، وهذه المرة برأسية لم تجد طريقها إلى الشباك. محاولات أصحاب الأرض تنوعت بحثا عن هدف يساوي تأهلا، بينما واصل الضيوف تكتلهم الدفاعي. عندما ضاقت واستحكمت حلقاتها ظهر جياكاتي مرة ثانية ليدون الهدف الثاني، مرجحا كفة المنتخب الموريتاني. صافرة الحكم انطلقت، ومعها انطلقت أفراح المرابطين. موريتانيا الرسمية والشعبية رقصت على أنغام تأهل تاريخي هو الأول للمنتخب الذي نجح في تدوين اسمه بين منتخبات العرس الإفريقي الكبير. موريتانيا استحقت هذا التأهل، آن الأوان لتتأهل موريتانيا. فعلوها الأبطال، فعلوها لاعبينا، عملنا على ذلك منذ سنوات، ومن جد وجد ومن زرع حصد. والله اللي فرحة ما توصف، والله اللي ما نعرف قاوين ما يتكلم أي جمهور ما جي سي با لو كوماسي ما الحمد لله على كل حال. لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق، لأن منتخب بوتسوانا لم يكن لديه ما يخسره أمام جماهير غفيرة. كان على اللاعبين تحمل كل هذا الضغط وتلقي هدفا سريعا، لكن اللاعبين احتفظوا بالهدوء طيلة اللقاء وقدموا مستوى جيد بصناعة الفرص، وتمكن من تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة. وكان سيناريو المباراة ممتازا، وأنا سعيد وفخور باللاعبين، وأيضا فخور بأنهم أسعدوا الموريتانيين. نتحدث مشاهدينا عن الإنجاز الموريتاني والفرحة التي صنعها المرابطون بهذا التأهل التاريخي. نرحب بضيفنا الكريم في الحصاد كابتن محمد العلوي، محلل بقنوات بي إن سبورتس. أهلا وسهلا فيك. مرحبا بك. أهلا وسهلا وألف مبروك. أكيد هذا التأهل التاريخي للمنتخب الموريتاني يسطر حضوره لأول مرة في النهائيات، الفرحة كبيرة ومفهومة بإنجاز انتظره الموريتانيون لفترة طويلة. كيف تصف لنا عوامل هذا النجاح والإنجاز الذي تحقق؟ تماما، بعد 50 سنة من الفشل، من المعاناة، من الانسحابات، لطالما تعلق اسم موريتانيا للأسف بالفشل بالنتائج المخيبة، لطالما كنا معبر للجميع، الآن تحولت الفكرة، أصبحت موريتانيا من أقوى منتخبات إفريقية. دخلنا القارة مؤخرا بعد الكثير من النتائج المخيبة. الآن يمكن أن نفخر بأننا أصبحنا من أقوى 24 منتخب في إفريقيا، وبكل تأكيد سنلعب المباراة المقبلة كذلك لضمان الصدارة، لكي نؤكد للجميع بأننا لم نأتي بعد تغيير كف للقانون اللي أصبح يسمح ب 24 منتخب المشاركة. لقد جئنا للكان لأننا أصبحنا أقوياء، لأننا تصدرنا المجموعة، لأننا كنا أفضل بين منتخبات المجموعة. يعني ما الذي قدمه هذا الاتحاد محمدي إلى كرة القدم الموريتانية لم يقدمه سابقه؟ ما قبل 6 سنوات من الآن كانت موريتانيا في الحضيض في ترتيب الفيفا، كنا نحتل 206، يعني كانت تحتنا فقط جزيرة فيجي وكذلك ليسوتو وسان مارينو. الأمر لم يعد كذلك، الآن اقتربنا من دخول 100 الأوائل. الاتحادي عملت أشياء عظيمة جدا، منها تحسين وضعية الدوري، عمل على صعيد الأكاديمي، تغيير ثقافة اللاعب، مشاركة في جميع تصفيات الفئات السنية، انتداب مدربين بمستويات عالية جدا. كلها تحول حدث في فترة وجيزة جدا، وأعتقد أن التحدي الآن هو أن نستمر في هذا التطور وأن نخلق دائما طموح آخر مختلف. وكما قال رئيس الاتحاد اليوم بأن الهدف الآن هو التأهل للمونديال المقبل. لملا
إن شاء الله أكيد طموحات كبيرة ومشروعة، والرحلة خلال التصفيات أثمرت عن مفاجأة إيجابية بالفعل لكل من تابع المنتخب الموريتاني. تصاعديا الأداء كان يتطور، أيضا الأوراق مبعثرة في المجموعة صحيح كانت لفترة طويلة، ولكن الظهور كان إيجابي ويعني يفرز نسبة ثقة عالية. إلى أي حد هذا أعطاكم ملمح عما هو مقبل أيضا بالنسبة لقدرات هذا الجيل تحديدا؟ أعتقد في التصفيات الماضية المنتخب قدم ربما مجموعة من المؤشرات على أنه قادر أن يتأهل قريبا. وقعنا في مجموعة حينها صعبة تضم جنوب أفريقيا والكاميرون، لكننا استطعنا الحصول على المركز الثاني قبل جنوب أفريقيا. وأعتقد حينها بدأ ربما العقل الموريتاني يستوعب فكرة أنه يستطيع أن يصل مؤخرا. القرار أعتقد الفني الحاسم كان حينها لإبقاء المدرب مارتينز وتجديد عقده. وأعتقد أن ميزة موريتانيا أنه يمتلكون مدرب منذ 4 سنوات يدرب لاعبين، يعرف جيدا ثقافة اللاعب الموريتاني. وأعتقد أنها نقطة إيجابية لطالما عانت منها ربما المنتخبات الأفريقية، فكرة وثقافة الاستقرار الفني غير متوفرة لدينا. أعتقد أنه حتى الظروف التي وضع فيها المنتخب كانت كذلك مثالية. سيناريو التصفيات بدأنا بقوة، فزنا خارج أرضنا على بوستوانا، أعتقد أن كذلك كانت بداية على الصعيد الذهني مفيدة جدا. أعتقد أن الآن يحق لنا أن نحتفل بعد كل هذه السنوات، بعد كل هذا الجوع الكروي، وابتداء من القادم يجب أن نحلم ونضع أهداف أخرى إن شاء الله. كنت تتحدث محمدي عن المشاكل التي مرت بها الكرة الموريتانية على مر التاريخ، وصلت حتى إلى طرد موريتانيا من المشاركة القارية. ما يحدث اليوم من إنجاز للكرة الموريتانية هل يرتبط بعقلية رجل جاء إلى الاتحاد الموريتاني وقدم كل ما قدمه، أم تغير منظومة كاملة تبدأ برأس الهرم رئيس الدولة إلى أصغر عامل في كرة القدم الموريتانية، وبالتالي سنرى منتخب موريتاني يمثل رقم صعب فيما سيأتي من استحقاقات ومسابقات؟ النجاح الحقيقي اللي حقق المكتب الحالي الاتحادي هو إقناع الدولة والسلطات بأنها يجب أن تدعم المنتخب، وهذا الأمر كان مفقود طوال السنوات الأخيرة. حققوا نتائج إيجابية في بداية تأهلوا حينها للشن اللي كان يعتبر حين إنجاز تاريخي جدا لموريتانيا. لذلك الدولة استثمرت في المنتخب، وفرت كل التجهيزات اللازمة من معسكرات، من فنادق، من كل الظروف المثالية. وأعتقد أن هذا يحسب كذلك الاتحاد الموريتاني ليستمر حتى في العمل لأجل المستقبل. هناك عمل على صعيد الأكاديمي، تم إنتاج أكاديمي بمستوى عالي جدا. هناك عمل كذلك على الفئات السنية والتركيز عليه بشكل كبير جدا. الدوري كذلك تحسن خاصة على الصعيد اللوجستي. أعتقد أننا يمكن نقول بأن موريتانيا أصبحت مثال بالنسبة للقوى الصاعدة في أفريقيا. أعتقد أننا الآن سطرنا ربما أنفسنا وادخلنا أنفسنا أخيرا إلى التاريخ بعد كل هذه المعاناة، لكن يجب دائما نستمر. وأعتقد أننا إذا استمرنا في كل هذا الحماس وكل هذه الرغبة في تحقيق شيء ما نستطيع أن نحقق يعني نتفائل بما هو قادم بالنسبة للكرة الموريتانية. إن شاء الله إن شاء الله. طيب إن شاء الله. على العموم ابقى معنا محمدي، سنعود إليك بعد التأهل التاريخي لمنتخب المرابطين الموريتاني لأول مرة إلى كأس أمم إفريقيا. عمت الأفراح أوساط الجماهير الموريتانية، فبعد ضمان المنتخب الموريتاني مقعده ضمن المتأهلين إلى كان الكاميرون، خرجت الجماهير إلى شوارع العاصمة نواكشوط معبرة عن فرحتها بهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق لكرة القدم الموريتانية، إنجاز تحقق بعد فوز مثير على منتخب بوتسوانا. إذن يحق للشعب الموريتاني هذه الفرحة الكبيرة ومفهومة، وستستمر أكيد حتى ساعات طويلة احتفالا بالإنجاز الذي تحقق، بالفرحة التي طال انتظارها. من جديد مع ضيفنا الكريم محمدي، هذه الأفراح وهذه المشهد، هذا المشهد الجميل أكيد انتظرتموه لفترة طويلة، تحقق الآن المهم، التواجد في النهائيات حلم راودكم لفترة طويلة، ولكن أيضا من المهم جدا البناء على ما تحقق وأن يتم وضع خطة عمل لما هو مقبل لتمثيل موريتانيا في الحدث الأهم قاريا على خير ما يمكن. كيف ترى أولويات الفترة المقبلة؟ أعتقد أن هذا الفوز يجب أن يمثل حافز آخر لتحقيق أشياء أخرى مستقبلا، وأعتقد أننا مقبلين قريبا على بداية تصفيات المؤهلة للمونديال المقبل، وأعتقد أنه سيكون هو الهدف الأساسي الآن، لأننا كما قلت الآن امتلكنا جرعة كبيرة جدا على الصعيد المعنوي. شخصية المنتخب ستتغير، نظرة الآخرين كذلك الكرة الموريتانية ستتغير بعد هذا التأهل. بالنسبة للجزء الأول من حديثك، فعلا الفرحة عمت في موريتانيا، الجميع شاهد نفسه في المنتخب الوطني. موريتانيا باختلاف ألوانها، صورها، معتقداتها، باختلاف كل جهاتها، شاهدت نفسها اليوم في المنتخب الوطني. وأعتقد أننا مدينين لكرة قدم بأشياء عظيمة جدا، لأنها وحدتنا وجعلتنا ربما نمتلك كل هذه الأحاسيس والعواطف. في لحظة ما الكل صرخ بشكل
بشكل جماعي، الكل كان سعيد، واعتقد اننا سنستمر بممارسه هذه السعاده لحين ابتداء الكان المقبل. وهذا الهدف الرئيسي دائما من كره القدم، صحيح. توحيد الشعوب بكافه طوائفها. مارتنز رغم اخفاقه في التاهل الى النهائيات الماضيه، جاء القرار من الاتحاد الموريتاني بالابقاء عليه، وها هو يجني ثمار هذا القرار. استقرار داخل المنتخب الموريتاني، وأنت تعمل في مجال التدريب وتعرف أهمية الاستقرار، كيف ساهم في وصول موريتانيا إلى ما وصلت إليه؟ خاصة فيما يتعلق بتدريب المنتخبات، لأنه مدرب المنتخبات لا يجدون الوقت الكافي للعمل على الصعيد التكتيكي والفني وأشياء عديدة، لذلك يحتاجون لوقت أكبر، لفترة أكبر، لإنتاج منتخب واعي جدا على الصعيد التكتيكي. كما قلت، حتى بعد الشهر الماضي اللي نظم في المغرب، المنتخب كان مخيب جدا، سقط من الدور الأول. مارتينز لم تتم إقالته، تم تجديد العقد كذلك له بعد الشن مباشرة، أو تم الثقة فيه، وأعتقد أنه كان قرار حكيم جدا وبعيد عن العاطفة، لأنه مارتينز بدأ التصفيات بشكل قوي جدا، فاز على بوتسوانا، وكما قلت أنه المشاركة الماضية في التصفيات أعطت مؤشر واضح جدا أن المنتخب يستطيع أن يتأهل على الأقل في هذه النسخة. محمد العلوي، محلل قنوات بي إن سبورتس، مبروك لك ولموريتانيا والعرب هذا التأهل، شكرا جزيلا لك. نلتقي إن شاء الله بالكاميرون. إن شاء الله. إن شاء الله.